بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 169. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وجوه التحريم في الدعاء عند القبور وشد الرحل إليها، قال: وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك. نعم. فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك، ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل. نعم. في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في نفي أن تكون إجابة الدعاء عند القبور ودعاء غير الله دليلا على صحتها وعلى تسويغها شرعا من وجوه، ومنها أن هذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى فيكون شركا ولو استجيب لصاحبه، فإنه قد يستجاب للمشركين استدراجا لهم، وكما في حالة الضرورة في البحر لأنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه في تلك الحالة، فليس هذا لأجل ولاية المقبورين أو الموتى، لأن أيضا الذي يدعو الكواكب ويدعو الأصنام وهي جمادات ليست أولياء، مع هذا يستجاب له أحيانا، فليست لحال المدعو أنه ولي من أولياء الله، وإنما لأجل فتنة الداعي واستدراجه. نعوذ بالله. ولذلك تخف هذه الأمور عند بعثة الرسل وتتعاظم وتكثر عند الفترة من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. وتنفذ في بلاد الكفر والإيمان ما لا تنفذ في بلاد الإسلام وزمان الإسلام، لقلة هذه الأمور وكثرة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وإنكار هذه الأشياء. نعم. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم. نعم. فالشيخ رحمه الله يضرب لذلك مثلا، رآه هو أن ناسا يدعون غير الله من الأحياء فيستجاب لهم، وليس هذا دليل على صحة ما هم عليه أو على تسويق دعاء غير الله، وإنما هذا قضاء وقدر واستدراج لهم. نعم. وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة. نعم. وإنما يكون دعاؤهم للشياطين كما سبق، وتخدمهم الشياطين، تحضر لهم مطلوبهم، وإن كان المدعو حيا ولا يعلم بذلك. نعم. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك. نعم. وإنما هي شياطين، إنما هي شياطين تتصور وتتخيل لهؤلاء لتفتنهم، تصدهم عن الحق وعن سبيل الله سبحانه وتعالى،
كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والله يسلط الشياطين على هؤلاء كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك. وإن كان وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل أو الحائل لا شعور له بذلك، اللي راح يحول بينه وبين من يدعو عليه. نعم هو كذلك، يعني أن هذه أعمال شيطانية لا حقيقة لها. نعم. وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحو ذلك، فهذا قريب. وإذا كان هذا الدفع مع رجل صالح أو مع عبد مؤمن دفع الله عنه ولم يقع عليه السيف ولم يقع عليه المحذور ما من عدوه، فإن هذا لدفاع الله عنه، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نعم. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. نعم. لا يزال السياق في أن حصول هذه المقاصد لا يدل على صحة ما عليه أصحابها من دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا فتنة لهم واستدراج لهم. نعم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقن أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ إذا كان الأمر يحصل إذا دعا غير الله حصل له مقصوده، مع أن المدعو إما غايب وإما ميت لا يسمع الدعاء، فكيف يستجيب له وهو لا يسمعه؟ لولا أن هذا العمل إنما هو من عمل الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. نعم. وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وأن يدعو الله كما تقول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم، وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة. نعم، كما سبق وتكرر أنه إذا كان السبب محرما وحصل المقصود فلا يدل ذلك على أن هذا الأمر جائز. فإن النصارى يدعون وهم يدعون غير الله كوالدة المسيح، وكما ينادي المشركون أصنامهم وأوثانهم ويستنجدون بها، وقد يحصل لهم مقصودهم من باب الاستدراج لهم، ولو لم يحصل لهم مقصودهم لكان خيرا لهم، لكن حصول مقصودهم لهم فيه ضرر عليهم ما دام أن السبب غير مشروع. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله قد يجري هذا بقضائه وقدره، لا من أجل أنهم دعوا هؤلاء، وإنما الله أجراه لأنه قضاه وقدره سبحانه وتعالى، فيظنون أنه بسبب آلهتهم وبسبب معبوداتهم. وأيضا قد يجريه الله على سبب محرم عقوبة للفاعل وعقوبة للداعي. نعم. قال: فهذه الأدعية محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم، ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع ويفرق بين القدر والشرع. نعم. فحصول الشيء بسبب مشروع هذا لا شك أنه منة من الله سبحانه وإعانة لمن دعاه وعبده، وأما إذا حصل بسبب غير مشروع فإنه يكون عقوبة لهذا الشخص واستدراجا له وإمهالا له. فالله جل وعلا يعطي المشركين ويعطي الكفار
وهم أعداؤه، ولا يدل هذا على أنه راض عنهم. نعم. قال: تكون فتنة في حق من لم يهده الله ولم يفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع ويفرق بين القدر والشرع ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور. نعم. الأمر على قسمين: أمر كوني وأمر شرعي. فالأمر الكوني لا بد أن يقع، وأما الأمر الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القول دمرناها تدميرا. فهذا الأمر هو أمر كوني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر لا يشرع، فإن الله سبحانه لا يأمر هؤلاء أمر تشريع، وإنما أمرهم أمر تكوين، ففيه فرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. نعم. قال: على ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه. نعم. الأمور ثلاثة، اقرأها. قال: أمور قدرها وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه، وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصولها، فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. نعم. الأمور ثلاثة: إما كونية وإما شرعية لكنها لم تحصل، وإما شرعية حصلت. فأما الأمور الكونية فإن الله قد لا يحبها، قد لا يحبها ولا يرضاها، وإن حصلت فإنه لا يدل على أن الله راض عنها أو عن أصحابها، وإنما أجراها سبحانه وتعالى لحكمة، وهي الفتنة والاستدراج والعقوبة لهؤلاء. والأمر الشرعي قد يحصل قد لا يحصل، قد يدعو المسلم ربه عز وجل ويلح في الدعاء ولا يحصل له مقصوده، لأن الله جل وعلا كما سبق في الحديث الصحيح أن الله ما من مسلم يدعو الله بدعوة صالحة إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له طلبته، وإما أن يدخر له خيرا منها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. نعم. والقسم الثالث: يعين الله العبد على ما يحبه منه. والقسم الثالث أنه يحصل المقصود الشرعي المطلوب بطريقة شرعية، وهذا من إكرام الله ومنه على عبده. نعم. قال: فالأول إعانة الله، والثاني عبادة الله، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة. نعم. كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الأول فالأول إعانة الله، الأمور القدرية التي قد لا يحبها. نعم. والثاني عبادة الله وهو الدعاء. نعم. والثالث جمع له بين العبادة والإعانة كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. جمع له بين الدعاء بين العبادة والإعانة، العبادة بالدعاء والإعانة بإعطاء الله له ذلك، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله وكذلك الاستعانة، ولهذا هذه الآية مقسومة بين العبد وبين ربه. إياك نعبد هذا خاص بالله، وإياك نستعين هذا لحاجة العبد إلى أن يعينه الله سبحانه وتعالى. نعم. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. قد يعان العبد ويعطى مقصوده وهو غير مسلم وغير مؤمن، هذا من الأمور الكونية غير الشرعية، وقد يكون هذا من باب الاستدراج له، وقد يعطيه الله لحاجته وفقره ولو كان كافرا. نعم. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، كسائر الكفار والمنافقين والفساق. فما كان من الدعاء غير المباح إذا أثر فما كان من الدعاء غير مشروع، غير مباح يعني غير مشروع، إذا أثر وحصل أثره وطلبه فإنه يكون من الإعانة للعبادة، يكون من الإعانة للعبادة، فيكون من قوله: وإياك نستعين، لا من قوله: إياك نعبد. نعم. قال: كسائر الكفار والمنافقين والفساق.
ولهذا قال تعالى في مريم: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. صدقت بكلمات ربها، الكلمات الشرعية التي أنزلها الله في كتبه، صدقت أو صدقت بكلمات ربها يعني بقضائه وقدره، وصدقت بكتبه، فجمعت بين الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالكتب، وهي صديقة مريم صديقة وأمه صديقة، فهي صدقت بقضاء الله وقدره وصدقت بكتبه وكانت من القانتين. هذا الأمر الثالث، جمعت بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ وكان يأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهذه كلمات الله الكونية هي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما الكلمات الشرعية فهذه قد يجاوزها الفاجر ويعصي الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم. قال: ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نعم. وكذلك هذا وجه آخر في أن حصول المقصود مع الدعاء الشركي، حصول المقصود مع الدعاء الشركي لا يكون إلا في الأمور الحقيرة، وأما الأمور الجليلة فلا يحصلها الدعاء الشركي، لا يحصلها الدعاء الشركي كإنزال المطر وشفاء المريض وغير ذلك. قل أرأيتم، كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون، يعني إذا وقعوا في حالة الضرورة نسوا ما كانوا يدعونهم من دون الله وذكروا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له الدعاء استجاب الله لهم في هذه الحالة. فهذا حجة عليهم أن الذي ينجي من المكاره أنه هو الذي يجب أن يدعى في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين الفزاري: من لرغبك ورهبك. نعم. قال: وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذا من الاحتجاج على المشركين في بطلان شركهم أنهم لا ينفعهم وينقذهم عند الشدائد إلا الله، وتعجز الأصنام وتعجز المعبودات كلها أن تنقذهم من هذا الشيء، فدل على أن المستحق للعبادة والدعاء هو الله في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه الأمور الثلاثة هل تقوم بها الأصنام والمعبودات من دون الله؟ هذه لا يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا تبطل عبادة غير الله، لأن هذه الأمور العظام لا تحصل بعبادة الأصنام والدعاء الأصنام والقبور والأضرحة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو الذي يكشف السوء إذا نزل؟ الله. ويجعلكم خلفاء الأرض، يخلف بعضكم بعضا في المال وفي الملك وفي غير ذلك من الأمور، هذه كلها لا يفعلها إلا الله جل وعلا، وتعجز عنها كل الأصنام وكل المعبودات من دون الله، إذن بطلت عبادتها. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا تحدي من الله، قل ادعوا الذين زعمتم
وزعمتم هذا يدل على أن هذا باطل، لأن الزعم هو أكذب الحديث. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي غير الله سبحانه وتعالى، فلا يملكون كشف الضر إذا وقع مرض أو وباء أو نوازل مدلهمة، فلا يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يملكون كشف الضر يعني رفعه بالكلية، ولا تحويله أي تحويله من شخص إلى شخص، أو من عضو إلى عضو، أو من بلد إلى بلد، لا ينقله إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نزلت في قوم يعبدون عزيرا والمسيح ومريم، فأخبر الله أن هؤلاء عباد لله يدعون الله، فكيف تدعونهم وهم عباد وهم فقراء إلى الله؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب من الله جل وعلا، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كانوا كذلك لم يصلح أن يدعوا مع الله سبحانه وتعالى، وهم عباد من عباده ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالعبادات. نعم. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. نعم. وكذلك فالله جل وعلا قال: أم اتخذوا، هذا استفهام وإنكار، أم اتخذوا من دون الله، يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء، لأنهم يعبدون الملائكة ويعبدون الأولياء والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى فعلهم هذا شرك، ونزه نفسه عنه، وهم يقولون شفعاؤنا، نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما قصدنا الشفاعة. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلب الشفاعة من هؤلاء، وإنما تطلب من الله جل وعلا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في عبادك الصالحين، لأن الشفاعة إنما هي تطلب من الله، ولا تكون إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه. نعم. قولك الشفاعة لله جميعا، ويقال اللهم شفع في نبيك، بعض الدعاء في تسجيلات الجوال: اللهم إني أستشفع بك عليك، العبارة صحيحة؟ نعم، هذا استشفاع بالله عليه، يعني توسل بالله إليه سبحانه، اللهم إني أستشفع بك عليك. نعم، كما في قوله: وأعوذ بك منك. نعم، أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك، فهو يلجأ إلى الله من غضب الله وعقابه. نعم. وأقسم بك عليك، إذا بلغ درجة من الولاية والصلاح بحيث أنه يقسم على الله فلا بأس. نعم. لكن لا يقولها كل أحد، يقسم بالله عز وجل عليه، أما الممنوع فهو أن يقسم بغير الله على الله، يقسم على الله بمخلوق، هذا هو الممنوع. نقسم عليك بنبيك أو أسألك بنبيك، هذا ممنوع، لأن هذا حلف على غير الله، حلف بغير الله، حلف بغير الله على الله. الحلف بغير الله على المخلوق لا يجوز، فكيف الحلف على الله بغير الله؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده، وقطع شبهة من أشرك به. كون هذه المطالب لا تحصل إلا من الله، ولا تحصل من الأصنام والمعبودات من دون الله، هذا دليل على أن العبادة لله، وأنه هو القادر على كل شيء، وأن ما سواه فهو مخلوق فقير إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعى مع الله ويسوى بالله سبحانه وتعالى ويشرك مع الله في الدعاء؟ نعم. وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباح. ما يجري من الحوائج التي يطلبها المشركون عند معبوداتهم وأصنامهم وأمواتهم إنما هي من الله، ليست من أولئك المخلوقين، لكن الله أجراها لحكمة منه سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى ما سبق، أن حصول المقصود لا يدل على صحة الوسيلة،
وصحة الطلب، فإن الواجب دعاء الله سبحانه، الواجب دعاء الله جل وعلا وإخلاص الدعاء له سبحانه وتعالى. أما هذه فإذا حصل المطلوب من دعائها فهو من الله جل وعلا لا منها. نعم. كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. نعم، كما أنه خلق المخلوقات العظيمة فهو كذلك خالق لما دونها، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أما هذه المعبودات من دون الله فإنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا، فما دام الأمر كذلك فإنه يجب إخلاص الدعاء لله وترك دعاء غيره وترك عبادة ما سواه، وإن كان يحصل لبعض هؤلاء شيء من مقاصدهم فهذا لا يدل على صحة ما هم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: وجماع الأمر أن الشرك نوعان، شرك في ربوبيته وشرك في الألوهية، وهذا ندعه لحلقتنا القادمة إن شاء الله لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.